إلى مدرسة الخلدونية ببوفاريك مع موفد تلفزيون النهار. إلى بوفاريك نادية صعيد، صباح الخير نادية، أنت مع التلميذ وأيضا ربما مع والية. نعم، صباح الخير زميلي بلال وبجميع مشاهدي قناة النهار. إذا نحن الآن نتواجد أمام المدرسة الخلدونية بولاية البوليدة وتحديدا ببوفاريك. إذا زميلي بلال، من المنتظر أن ينطلق اليوم الدخول المدرسي للسنة الدراسية 2018-2019، حيث من المنتظر أن يلتحق 9 ملايين تلميذ بمقاعد الدراسة في مختلف الأطوار التعليمية الثلاث. ربما الدخول المدرسي لهذه السنة يعتبر مميزا بسبب عودة وباء الكوليرا بعد أكثر من 20 سنة منذ اختفائه. إذا ربما الأولياء لديهم تخوف كبير من هذا الوباء أيضا وانتقاله، خصوصا وأنه ينتقل عبر العدوى إلى أطفالهم، خصوصا في ولاية البوليدة التي سجلت أكثر عدد حالات إصابة بهذا الوباء. إذا وزارة التربية، فقط أود أن أشير إلى أنها كانت قد حددت بعض الشروط والإجراءات التدبيرية الخاصة لمواجهة هذا الوباء، وأيضا منع انتقاله إلى التلاميذ وأيضا الطاقم التربوي والحفاظ على المؤسسات التربوية بمنع عن هذا الوباء. وزارة التربية كانت قد شددت على المؤسسات التربوية لتقديم ربما نصائح وإرشادات للتلاميذ وأيضا نشر الملصقات وغيرها من التدابير لتحسيس التلاميذ بهذا الوباء وأيضا تفاديه. يحضر معي ربما لأخذ انطباع حول الدخول المدرسي في يومه الأول أحد الأولياء الذي سنحاول أن نأخذ منه ربما كيفية تحضيرهم لهذا الدخول المدرسي وأيضا تعاملهم خصوصا في ولاية البوليدة مع وباء الكوليرا. صباح الخير سيدي. ربما بداية، يعني كيف حضرت ابنك للدخول المدرسي؟ سنة دراسية جديدة ستبدأ هذا بداية من اليوم، ربما كيفية تحضيره نفسيا وغير؟ هي نعم، دخول المدرسي لهذه السنة طبعا هو مميز، لأن الحالات التي سجلت حالات كوليرا خاصة هنا ببوفاريك، ومعروف أن مستشفى بوفاريك مثل مستشفى القطار في العاصمة هو الذي يستقبل هذه الحالات الوبائية، ولكن تبقى الحالات هذه يعني متحكم فيها ومنعزلة بفضل المجهودات التي يعني بذلت من طرف السلطات المحلية ومن طرف مديرية التربية كذلك، خاصة في مثل هذا اليوم المميز للدخول المدرسي. فالأبناء يعني تم نصحهم بعدم تناول يعني المأكولات من المحلات غير مراقبة، وكذلك عدم شرب المياه من الحنفيات، ولكن باقتناء المياه المعدنية من المحلات يعني من المثلجات، يعني المياه تكون باردة من الثلاجة يعني وتكون نظيفة، وكذلك بغسل اليدين بعد تناول هذه الأطعمة أو بشرب هذه السوائل. ونحن يعني عن كثب نتابع صحة الأبناء وكذلك انتقالهم إلى المدرسة ذهابا وإيابا، وذلك لتجنب أي خطر أو قابلية لهذا الوباء الخطير، يعني الذي كما قلت سابقا تم التحكم فيه بفضل المجهودات المبذولة من طرف السلطات المحلية ومديرية التربية. نعم، بخصوص ربما تحضير نفسك أيضا والابنك نفسيا للدخول المدرسي، يعني كيفاش تم تحضير ابنك؟ يعني كيفاش كنتوا ديروا له في الدار؟ هل هناك يعني ربما يعني معاملة خاصة، يعني حتى أنه تعاود يرجع بنفس الطاقة وأنه يحقق نتائج إيجابية خلال هذه السنة؟ نعم، هناك ما هو الحال لابني، تم تنقلنا يعني الى مكان سكن جديد، وهذه اول يوم مدرسي له، هو يقرا في السنه الرابعه. اذا تابعته يعني بكل يعني خطوه بخطوه بان هذه المدرسه جديده وانك ستلقى يعني اصدقاء جدد ومعلمين جدد، يجب ان تتعامل معهم بطريقه سلسه يعني، وكذلك اي شيء يعني يخرج عن النطاق ولا يجب ابلاغي، ويعني هو نفسيا متحمس وذو قابليه للدخول المدرسي الجديد لهذه السنه 2018-2019. شكرا سيدي. فقط نرجع ربما للابن تاعك. نعم، ممكن تقول لنا برك كيفاش توصل لي فاكونس تاعك؟ سنعود لك بعد قليل. اذا كلمه سواق من ولايه وهران ربما مع الزملاء. وين جوزت لي فاكونس تاعك؟
نادية زعيط ربما سننتقل لا الآن إلى ولاية وهران مع كريمة سواق مع الزملاء، ربما ننتقل إلى وهران الآن مع كريمة سواق. أهلا بك وصباح الخير كريمة، أرى معك بعض التلاميذ الذين سيقبلون بعد قليل على